السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم معنا من جديد في عروض كازيون ماركت منافس بيم. هذه العروض اللي مازال مستمره الى غايه 19 يونيو 2024، مناسبه عيد الاضحى المبارك. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه وكل ما كتمنوا يا رب. على بركه الله غادي نبداو بهذا الزيت النباتيه اللي جاتنا من لوسرا، فيها 5 لتر، غادي نلقاوها ب 76.90 درهم، اللي هي 1540 ريال، ناقصه فيها 3 ريال دراهم على المعتاد. كاين ايضا هذا المركز ديال الطماطم اللي جانا من عيشه، العلبه هذه فيها 850 غرام، غادي نلقاوها ب 8 ريال 30 درهم، 600 ريال، من قبل كانت ب 620. ايضا هاد الدقيق ديال القمح اللين اللي جانا من شاما، هاد الساشي اللي فيه 10 كيلوغرام، غادي نلقاوه ب 36.90 درهم، 740 ريال، ناقصه فيه 2 ريال دراهم. كاين ايضا هاد اكياس ديال التجميد اللي كيتكونوا من 25 وحده، غادي نلقاوهم ب 21.90 درهم، اللي هي 440 ريال، ناقصه فيهم 6 ريال دراهم. عندهم واحد ديمونسيون ديال 25 على 36 سنتيم. كاين ايضا هاد البطاطس المجمده للقلي، ساشي فيه 1 كيلوغرام، من فين فري، غادي يلقاوه ب 24.90 درهم، 500 ريال، ناقصه فيه 3 ريال الدراهم. كاين ايضا هاد المجموعه ديال التخفيضات على هاد الدواجن. بالنسبه لهاد شرائح الدجاج، غادي يلقاوه الكيلوغرام ب 69.90 درهم، 1400 ريال. بالنسبه لهاد الافخاد ديال الدجاج، غادي يلقاوهم 39.90 درهم، اللي هي 800 ريال. اما هاد الدجاجه كامله فغادي يلقاوها ب 34.90 درهم، اللي هي 700 ريال. كاين ايضا هاد المجموعه ديال السكاكين ديال الفواكه، 6 ديال الوحدات منهم غنلقاوهم ب 8 دراهم و50، 170 ريال، من قبل كانوا ب 300 ريال. كاين ايضا هاد الحليب كامل لي يو اش تي اونتي من جوده، 1 لتر، غنلقاوه بتقريبا 10 ديال الدراهم، الفرانك. بالنسبه لهاد الزيت تيفل الزيتون ديال طنجيه، 5 لتر منه غادي نلقاوه ب 279 درهم، اللي هي 5600 ريال، ناقصه فيه 20 درهم، من قبل كان ب 6000 ريال. كاين ايضا هاد الارز الابيض من سيليكتو، 1 كيلوغرام، غادي نلقاوه ب 13.50 درهم، 270 ريال. اما هاد الصحن لتقديم الحلوى اللي القطر ديالو 30 سنتيم، فغادي نلقاوه ب 54.90 درهم، اللي هي 1100 ريال، من قبل كان ب 14 100، ناقصه فيه 15 درهم. كاين ايضا هاد الرقائق ديال التشيبس اللي فيهم 100 غرام، غادي نلقاوهم 13.90 درهم، 280 ريال. هاد فخير الديك الرومي بالابزار من مافي، هذا اللي فيه 80 غرام، غادي نلقاوه ب 7.90 درهم، 160 ريال، ناقصه فيه 4 ديال الدراهم. كاين ايضا هاد الوعاء بني اللي عنده 40 على 4 ديال السنتيم، غادي نلقاوه بالثمن ديال 3 بهم ب 15.90 درهم، اللي هي 320 ريال. بالنسبه لهذا الماء ديال المائده من سيال، فالقرعه فيها لتر ونصف كل وحده، 6 بهم غادي نلقاوهم ب 22 درهم، 440 ريال. كاين ايضا هاد الطاجين اسود اللي عنده واحد القطر ديال 18 سنتيم، غادي نلقاوه ب 19.90 درهم، 400 ريال، ناقصه فيه 3 ديال الدراهم. كاين ايضا هذا الرف ديال التنظيم اللي جانا بواحد ديمونسيون ديال 23 سنتيم على 37، بواحد الارتفاع ديال 18.5 سنتيم، غادي نلقاوه ب 19.90 درهم، اللي هي 400 ريال، ناقصه فيه 5 ديال الدراهم، من قبل كان ب 500 ريال. كاين ايضا هذا الماء المعدني من سيدي علي، القرعه فيها 2 لتر، غادي نلقاوها ب 4.80 درهم، اللي هي تقريبا 5 ديال الدراهم، 100 ريال.
وكاين ايضا هاد الذره، هاد المايس من ميدو. الباك تيكون من 3 ديال العلب، كل وحده فيها 250 غرام، غنلقاوها ب 30 درهم، 600 ريال. هاد الباك ناقصه فيه 3 ديال الدراهم. كاين ايضا هاد الطقم ديال كؤوس القهوه، تيكون من 6 ديال الكؤوس، كل واحد السعه ديالو 90 مليلتر، غادي يلقاو ب 10 دراهم و90، اللي هي 220 ريال. ناقصه فيهم في هاد الباك 11 درهم. حليب كامل لي يو اش تي اونتيي من جبال 500 مليلتر، غادي يلقاو ب 5 دراهم و40، يعني كل سيترو تقريبا 108 ريال. كاين ايضا هاد الكريمه ديال الدهن من نوتيلا اللي فيها 1 كيلوغرام في هاد القرعه هادي، غادي يلقاوها ب 84 درهم فاصله 90، اللي هي 17% تقريبا، ناقصه فيها 20 درهم، من قبل كانت ب 2100 ريال. كاين ايضا هاد الكاس للفوشار، غادي يلقاوه ب 7 دراهم و90، اللي هي 160 ريال، من قبل كانت 300 ريال. كاين ايضا هاد الورق ديال المرحاض اعزكم الله من باندو، كيتكون من 12 ديال لي غولو، غادي يلقاوه ب 30 درهم فاصله 90، اللي هي 620 ريال، ناقصه فيه 5 ديال دراهم. بالنسبه لهاد الزيت ديال زيت المائده من ليو، غادي يلقاوه بالثمن ديال 31 درهم فاصله 90، اللي هي 630 ريال لجوج يترو. كاين ايضا هاد الممسحه مطاطيه كما كنسميوها الكراطه، فغادي يلقاوها بالثمن ديال 13 درهم و90، اللي هي 280 ريال، ناقصه فيها جوج ديال الدراهم. كاين ايضا هاد الوعاء بني، هاد الوعاء هذا صغير، غادي يلقاوه بالثمن ديال 6 دراهم و50، 130 ريال. كاين ايضا هاد المجموعه ديال المثلجات، هاد لي باطوني اللي جاونا من هاد ماغنوم، فيهم 95 مليلتر في كل واحد، غنلقاوهم ب 18 درهم فاصله 95، 380 ريال. بالنسبه لهاد الطونه من طام اللي فيها 500 غرام، غادي يلقاوها ب 35 درهم و90، اللي هي 720 ريال، ناقصه فيها تقريبا 50 ريال. كاين ايضا هاد الطقم ديال الكؤوس ديال الشاي، كيتكون من 6 ديال الكؤوس، كل واحد السعه ديالو 16 سنتيلتر، غادي يلقاوه ب 39 درهم، يعني تقريبا 800 قل درهم، ناقصه فيهم 10 دراهم، من قبل كانوا ب 1000 ريال قل درهم. عصير البرتقال جو دورونج اللي فيه 920 غرام من بريس اب، غنلقاوه ب 8 دراهم و70، اللي هي 170 ريال، من قبل كان ب 10 ديال الدراهم. كاين ايضا هذا المشروب الغازي من كوكاكولا، الباك فيه 4 ديال الوحدات، كل وحده فيها 1 لتر، غنلقاوه الباك ب 28 درهم فاصله 90، اللي هي 580 ريال، ناقصه في هذا الباك 5 ديال الدراهم. هاد الفحم لي شاربون دو بوا دوليفيي، هذا طبيعي، فيه ساشي 3 كيلوغرام، غادي يلقاوه ب 22 درهم و50، اللي هي 450 ريال، ناقصه فيه 10 ديال الدراهم. كاين ايضا هاد العصير ديال الفواكه، جانا من فواكه النيت، فهاد القرعه فيها 330 مليلتر، غنلقاوها ب 3 دراهم و90، اللي هي 4 ديال الدراهم، ناقصه فيها درهم، والقياس ديالها 33 سنتيلتر. كاين ايضا هاد الزبده ديال الفول السوداني، وكاينه زبده الفول السوداني بالشوكولاته، يعني جوج ديال الانواع ديال هاد الزبده ديال الفول السوداني، بجوج فيهم 300 غرام، وغنلقاوهم 19 درهم و90 لكل وحده، يعني ب 400 ريال، ناقصه فيهم 8 ديال الدراهم. كاين ايضا هاد الاسفنجات لغسيل الاطباق، وهما ب 10، هاد الباك غنلقاوهم ب 10 ديال الدراهم، الفرانك، ناقصه فيهم 5 ديال الدراهم، من قبل كانوا ب 300 ريال. بالنسبه لهذا القمح كامل من ابلي اللي فيه 500 غرام، غادي يلقاوه بالثمن ديال 29 درهم و90، اللي هي 600 قل 10 ريال. كاين ايضا هذا الباك اللي كيتكون من لانشون زائد نقانيق، يعني مرتديلا من شيلا، غادي يلقاو هذا الباك ب 22 درهم و90، اللي هي 460 ريال، من قبل كان ب 660. اما هاد الفطر
شامبينيون او موسو اللي فيه 200 غرام من كارل غلقاو ب 9 دراهم و90، 10 ديال الدراهم الفرانك، من قبل كان 220. كاين ايضا هاد 5 كيلوغرام من سانيا ديال الفينو، دقيق الفينو، غلقاه ب 700 ريال، 34 درهم و90، ناقصه فيه 4 ديال الدراهم. كاين ايضا هاد جامعه ازبال اعزكم الله، زائد هاد المكناسه، هما بجوج هاد القطع غلقاهم 11 درهم و90، 240 ريال، ناقصة فيهم 3 ديال الدراهم. كاين أيضا هاد المنشفة ديال التنظيف، جات واحد الطول والعرض ديال 70 سنتيم على 50، غلقاوها ب 5 دراهم و90، 120 ريال. كاين أيضا هاد المثلجات اللي جاونا ب 3 ديال النكهات مختلفة، غادي يلقاو كل وحدة فيها 1 لتر بالثمن ديال 25 درهم و95، اللي هي 520 ريال، ناقصة فيهم 6 ديال الدراهم. هذا الأشكال اللي جاو فيهم. كاين أيضا هاد الخبز ديال الساندويتش كبير، 4 ديال القطع، 4 ديال هاد من هاد الخبيزات، غادي يلقاوهم 9 دراهم و90، اللي هي 190 ريال. وكاين أيضا هاد المشروب الغازي اللي جاب بزاف ديال الأسماء ديال المشروبات الغازية، وكل وحدة فيها 1.3 لتر، كل وحدة غادي يلقاوها ب 4 دراهم و90، اللي هي 100 ريال. كاين أيضا هاد بالنسبة للأكياس ديال النفايات، غادي يلقاوهم ب 18.90 درهم، اللي هي 360 ريال، ناقصة فيهم 3 ديال الدراهم. أما هاد الكيس ديال القمامة أعزكم الله، هاد الباك اللي كيتكون من جوج، كل وحدة فيها 40 وحدة، غلقاهم ب 34 درهم و90، اللي هي 700 ريال. كاين ايضا هاد الطاجين بني، بالنسبة لهاد اللي فيه 18 سنتيم، غادي يلقاو ب 15 درهم و50، 310 ريال. اما هذا اللي فيه 14 سنتيم، فغلقاو 9 دراهم و50، اللي هي 190 ريال. كاين ايضا هاد الخبز كامل اللي فيه 520 غرام، باندوغ، غادي يلقاو ب 10 دراهم و95، اللي هي 220 ريال. كاين ايضا هاد الماء معدني اللي جانا من سيدي علي، 6 ديال القريعات كيف ما كنلاحظوا بهاد الرسومات ديال الاطفال، كل وحده فيها 33 سنتيلتر، غادي يلقاوهم ب 12 درهم، اللي هي 240 ريال. كاين ايضا هاد العلبه حافظه، هذا الشكل ديالها، غادي يلقاوها ب 14 درهم و90، اللي هي 290 ريال. بالنسبه لهاد زيت المائده اللي فيه 5 لتر من عافيه، غادي يلقاو ب 83 درهم فاصله 90، اللي هي 1680 ريال، ناقصه فيه 3 ديال الدراهم. اما هاد الزبده ديال بدويه اللي فيها 200 غرام، فغادي يلقاوها ب 21 درهم فاصله 95، اللي هي 440 ريال، ناقصه فيها 4 ديال الدراهم. ايضا هاد الفخوماج تريونغل، هاد الارجوبنه اللي جاتنا من جبال بهاد الحجم العائلي، 64 قطعه، غادي يلقاوها 38 درهم و90، اللي هي 760 ريال، ناقصه فيها 4 ديال الدراهم. كاين ايضا هاد المجموعه ديال المثلجات اللي عاملين 10 دراهم و50، 210 ريال. بالنسبه لهاد العصا ديال المكنسه اللي فيها 1.40 متر، فغادي يلقاوها بالثمن ديال 7 دراهم و50، 150 ريال. اما المكنسة فغادي يلقاوها ب 11 درهم و50، 230 ريال. كاين ايضا هاد المثلجات اللي فيهم 120 ملليلتر، غلقاوهم ب 5 ديال الدراهم، 100 ريال. اما هاد الورق ديال الطبخ، غادي يلقاوه ب 13 درهم و90، اللي هي 260 ريال، باك فيه جوج. بالنسبة لهاد البلاستيك الغذائي من بورابيتي اللي فيه 300 على 30 سنتيمتر، فغادي يلقاوه ب 12 درهم و90، اللي هي 260 ريال. كاين ايضا هاد الباك ديال الشعرة ديال الشاي زائد الشاي مكركب، هما بجوج وكل وحدة فيها 200 غرام، غادي يلقاوه ب 37 درهم و90، اللي هي 760 ريال. كاين ايضا هاد الباك ديال الشاي شعرة، تيتكون من 3 ديال العلب، كل وحدة فيها 200 غرام، من سلطان، غادي يلقاوها ب 38 درهم فاصله 90، اللي هي 780 ريال. اما هاد المروحة
اللي جاتنا في بزاف ديال اللوينات غادي نلقاوها بخمسة ديال الدراهم، 100 دريال. بالنسبه للمنظفات كاين هذا الماء ديال جافيل اللي جانا من زين، فيه 5 لتر في هذا البيدو غنلقاوه ب 300 دريال، 15 درهم، ناقصه فيه 3 ديال الدراهم. اما هذه الجبنه ديال الادام اللي كتكون من 3 ديال القطاع فغادي نلقاوها بثمن ديال 32 درهم و50، اللي هي 650 ريال، من قبل كانت ب 40 درهم، 800. وهكا غادي نكونوا وصلنا لنهاية العرض ديالنا ديال اليوم اللي كان من كازيون ماركت. هاد العروض اللي بدات يوم الخميس 13 وغادي تستمر الى غاية 19 يونيو 2024. هذه هي اهمها. الى عجبكم المحتوى والشرح ديالي طبعا، فما تبخلوش علينا باللايك وبالاشتراك باش تزيدوا تشجعونا على اعطاء المزيد، والى عرض قادم ان شاء الله.